لشيخنا لحبيبنا الذي أحببناه وأحبه السعيد جميعا شبابا وشيبا كبارا وصغارا، وهذا إن دل إنما يدل على حب الله له كما ورد في الحديث. ولا أدور ولا أريد أن أذكر الحديث لضيق الوقت، أقول لشيخنا أقرأ أقرأ فأنت أبو التعليم راودها من بحر علمك كل الناس يغترف، إن لم تجد أقلام منك معارفها فالظلم ديدنها والزور والتلف. سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشق. أقول له وفقك الله وشرح صدرك ويسر أمرك، وأقول لكم جميعا غفر ذنوبكم وشرح صدوركم وبارك الله فيكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
يتفكرون هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
حوت الملك سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الملك القدوس السلام المؤمن
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا
شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج بسم الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى إنه يعلم الجهر وما يخفى فذكر
فذكر النفعة فذكر النفعة الذكرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
فيها قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى جيلك من غير حاجة يا عم إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم وموسى والشمس وضحاها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف
في إبراهيم موسى والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذم عليهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها فلا
هنيئا والداك عليهن ملابس رصاص من التاج والخلى، فما ظنكم ان نجي عند جزائه اولئك اهل الله والصحبه منه. جزى الله بالخيرات عنا لاننا لنا نقل القران سلسل وعزا وقزرا، فمنهم سبعه قد توسطت السماء العلى والعدل فقط. ما اظنك الا لمن هاجر حينما قيل له كنا نشم رائحه المسك من فيه، فقيل له لماذا؟ قال لقد حقرانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فاما الكريم السر بالطيب نافع فذاك الذي اختار المدينه منزلا. اقرا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. بسم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا
فاغفرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على حب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والله أكبر ولله الحمد لا لا رحلة الشتاء الرحيم لا في
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم ختم حفل الليلة فضيلة الشيخ محمود الشحاب اعداد واخراج فراش احمد عبد الجاري بمدينة البليان البليان طريق مصر اسوان تليفون 0100 130 13 87 اعداد واخراج فراش الحاج احمد عبد الجاري واولاده نلقاكم على خير بمشيئة الله يا اخوانا مش انا محتاج نجرح المسرح اخوانا الشيخ يا اخوانا الشيخ عشان راس اليوم يا اخوانا عشان محتاج على المسرح ختم حفل الليلة فضيلة الشيخ محمود الشحات أطال الله لنا اليوم وأتمنى عليه الصحة والعافية ثانيا وخادما للقرآن الكريم إعداد وإخراج وراشد الحاج أحمد عبد الباري وأولاده يا اخوان وحدوه